قويت غرفه الفار. غرفه الفار فيها كما العاده عبد ربي الحكم رضوان الرمضاني وعلى يمينه الحكم يونس الشرقاوي يونس دفقير عفوا وعلى يساره الحكم عمر الشرقاوي. مرحبا يونس. مرحبا عمر. كي درتو لاباس؟ بخير اخويا. كي درتي؟ الله يجازك بخير الحمد لله. كلشي بخير؟ صافا. يونس الشرقاوي. يونس الشرقاوي هي زوينه هذه الشيء. ودمجتكم هو ما عنده لا الطولات الشرقاوي لا تعرف يا. دابا بغيتي ندير شي تعليق على هذه دابا. ايوا دابا انت دابا بادي به يونس الشرقاوي. لا مشيت لا ودابا مزجتكم درت لكم التوأم فيزيونيت الامبراطوريه السياسيه ديال يونس دافقير درنا الاندماج. قلبتيهم الامبراطوريه السياسيه ديال عمر الشرقاوي مع القريه ديال يونس دافقير. لا 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 الامبراطوريه السياسيه ديال يونس دافقير مع الامبراطوريه الاكاديميه التي تؤطر الامبراطوريه السياسيه. لا شك في ذلك. ديال السي عمر الشرقاوي. شكرا. بديك النيه تلقى الله. هادي راه غير انت دير السي عمر هذيك النيه بالضبط هي الفيصل بيننا. مرحبا كذلك كريم نيت سيوا من معاه في القسم التقني سامي عريف اسماعيل روحي عبد الرحيم سابخي كنظن ما نسيت شي سميه اليوم ياك كل شيء هذا هو اللي متوفر النصاب هو هذاك وغرفه الفار تكتمل بمن حضر عمر يونس مدرا السوق سخون يمكن هذا الاسبوع هذا شلا ما يدوز في الفار منين نبداو حجر 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 او نبداو نشير بالحجر ارى شي حجر تحياتنا حيد بعد هذا الكاس من قدامك لا 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 قبل من الحجر لان الحجر فيه وفيه البارح حتى قربت النعس وانا كنحاول نبني واحد العاده جديده انني نعس بكري. يا سلام علينا. انا كن اغبيطو يونس دافقير انه كيفيق مع الدجاج الصباح كاين الفقيه وكاين الدجاج وكاين يونس دافقير هما اللي كيفيقوا في ذاك الوقت. روعه الفياق بتاعي. اش كيدير الله اعلم كشم الاكسجين النقي جديد. لا بزاف هو واخد بديك فياق بكري بالذهب مشري تيقلب الذهب ولكن مع العلم انه الحقيقه هي النعاس بكري بالذهب مشري. على كل حال انا قلت غادي نعس يا ولد الرمضاني اليوم غادي تمشي تنعس بكري ومارس الطقوس ديال المساء نشرب واحد الكويس ديال الماء فاذا به كنشوف الواتساب كيوصلني واحد لاكوف غلاف ديال جريده يوميه الخبر الجزائريه واحد الغلاف مخصص للمغرب بعنوان عريض تقريبا شد الصفحه الاولى كلها بالحجم ديال الطابلويد. انا اعتقدت في بدايه بانه هذا عنوان قديم لان العدد قديم ربما شي حد عاود خرجوا برزوا في هذا السياق ديال المشاحنات فاذا به قلبت كيفاش ندخل الموقع ديال جريده الخبر الجزائريه فتاكدت بان فعلا هذا الغلاف جديد ديال اليوم واخا البارح اللي دار ليه الاعلان في الليل ولكن العدد ديال اليوم 2/6/2024. ما بغيش نعطي التفاصيل بزاف شنو تقال فيه ولكن واش نوصفه بالكذب الوصف ديال الكذب ما كافيش واش نوصفه بالوصف ديال الحقارة الوصف ديال الحقارة ما كافيش واش نوصفه بالوصف ديال الهبال والحماق والتفرويح كذلك الثلاثة ديال الكلمات ما كافياش لوصف البلادة في الاختلاق ديال الأخبار وديال الوقائع. كنعرفوا بأن وسائل الإعلام الجزائرية اللي تعكس صوت النظام الحقيقي في الجزائر بعيدا على القائم بأعمال الرئاسة عبد المجيد تبون عندها هوس وحالة مرضية تجاه المغرب هذه معروفة تيقنا منها في محطات وعندها تاريخيا حالة هوس وحالة مرضية
تجاه الملكية في المغرب هذه كذلك ثبتت بالواقع الوقائع على امتداد النزاع مع النزاع ديال 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 الصحراء. وماشي أول مرة كيديروا ملفات بين مزدوجتين صحفية باش يتكلموا على الملكية في المغرب، باش يتكلموا على الوضع ديال الملكية، باش يتكلموا على الملك محمد السادس، باش يتكلموا على الأمراء، باش يتكلموا على الأسرة الملكية في المغرب. ولكن ما اعتقدت بأنه ممكن يوصل أو توصل الغباوة في الكذب إلى المستوى اللي وصلت له البارح. أولا إنسان اللي بغي يكذب خصو يكون فنان في الكذب، ممكن تختلق أو كتأخذ خبر حقيقي وكتبني عليه وكتضخمه وكتبرزه، هذا على كل حال يمكن يكون جائز وجاري به العمل. ولكن تبدأ تخرج شي حاجة كتعرف أنت أول واحد بأنها ماشي غير حقيقية، الوصية غير حقيقية ما كافيش، ولكن بأنها من وحي المرض ومن وحي الحالة النفسية ماشي الخيال، وكتعرف بأنه حتى المتلقي، أنت من بغيتي تقول لكش المفروض واش الجزائريين ولا المغاربة؟ الجزائريين راه كيعرفوا المغرب شنو فيه، كيعرفوا الملك محمد السادس الأنشطة ديالهم اللي كتكون راه كتكون على العلن. المغاربة عايشين الوضع عادي طبيعي في المغرب. لهذا والله العظيم الإخوان بقيت كنتأمل واش خصنا مازال نبقاو نهضروا على هاد الناس؟ عوي لأنه التحليل درناه، السخرية درناها، الطنز درناه، جميع الأساليب ديال التفاعل مع السلوكات الجزائرية درناها، حنتونا في هاد الشيء. هما كيقول لك حكرونا، لكن نقول والجزائري حنتونا في هاد الغباوة. ما يمكنش، واش 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 فين باغيين يوصلوا؟ ولينا كنشعروا انا شخصيا بالحيف ديال الجغرافيا وديال التاريخ اللي جمعنا مع عدو جمع البلاد بالغباء والبارح قلتها والله العظيم بسخريه، ولكن قلت راه هاد اللجنه خصها تمشي لجنه تصفيه الاستحمار ماشي لجنه تصفيه الاستعمار. ولكن في نفس الوقت كنقول لا، راه اللي دار هاد الشيء قادر يدير كل شيء. الحمق 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 ممكن يرتكب اي فظاعه، وملي كيجي رئيس يتباهى بكل وقاحه بانه اذا درت لي كذا كذا عندي الحجر نشير عليك بالحجر. اش هذا المستنقع؟ اش هذا المستنقع فين وصلنا؟ واش كاين القذافي اللي كنا كنعطيو به الامثله في السطحيه ما من يوم استعمل هذا الاسلوب؟ لكن الحجر نشير عليك بالحجر، وغدا جباد، وغدا نضربك بنص. على كل حال مؤلم. هي داك الشيء ديال الخبر هو من حيث الشكل، من حيث الشكل هو فعل غبي غبي، لان تنشر الاخبار غير الصحيحه المفبركه وديرها سيناريوهات من دماغك كان ممكن ديرو في زمان من غير الزمان. الجزائر كلها قنوات فضائيه، كلها انترنت، وتمكن الانسان يدخل القنوات العالميه ويتسرى غيلقى بانه الخبر غير موجود. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، هذاك لاكوف ولا الغلاف ديال الخبر الجزائريه كتبين النظره ديال النظام الحاكم في الجزائر للجزائريين، وهي تقوم على احتقار ذكاء المواطن الجزائري، حيث انه ممكن تعطيه اي بضاعه يستهلكها، ما عندهاش حتى شي مشكله ولا اي اعتبار لذكاء ولا العقل ديالو. الحاجه الاخرى هو ان هذا الاسلوب اللي فيه القاع الاعلامي والنزول الى القاع الاعلامي والسياسي كيبين انه في الجزائر انتهت حلول الواقع وبقات له فقط حلول الخيال. فكيف ذكرنا مرارا وتكرارا، جربوا جميع الوسائل من الغاز الى بيجاسوس
الى اغلاق المجال الجوي، الى قطع العلاقات الدبلوماسيه، الى تاليب الحلفاء، الى قتل المواطنين في البحر الابيض المتوسط، الى التحريض على اعمال الشغب في الصحراء وتوزيع الرشاوى على دول العالم، وما صور والو. في اخر الاحباطات الجزائريه هذا الاسبوع، ذكرنا الاسبوع اللي فات على التحفظ ديال ليبيا على المشروع التجزئة او التقسيم ديال عبد المجيد تبون اللي داروا يجمع فيه تونس وليبيا، انسحاب الليبي. وفي هذا الاسبوع او ثاني كان جنوب افريقيا اللي هي الحليف ديال الجزائر في الموضوع ديال الصحراء، حاولوا يديروا الموضوع ديال الصحراء دي من اجنده جدول اعمال مجموعه البريكس اللي ما تقبلتش فيها الجزائر. نواب وزراء الخارجيه ديال هاد الدول اللي مجتمعين في روسيا ويجتمعوا في روسيا رفضوا هذا المقترح. جميع الادوات السياسيه والدبلوماسيه استعملتها الجزائر والنظام الحاكم في الجزائر وانتهت الى الافلاس وراء الحائط المسود. طرحتي سؤال، واش هاد الشيء هاد الحماق ممكن يستحق مازال نتذكروا فيه؟ انا من الناس اللي كتعتقد بانه خصنا نتبعوه ونوقفوا عنده باستمرار، وربما جزء كبير من المتابعين ديالنا يقدروا يسولونا، يقدروا يقولوا لنا في التعليق قهرتونا بهذه الجزائر. المغرب فيه بزاف ديال الحوايج اللي كتناقش، هضروا على المغرب. لا، الموضوع الجزائري اليوم وصل لمرحله الخطر، وصل لمرحله الخطر عبرت عليها السيكولوجيا ديال الرئيس الجزائري اللي زعما دار واحد الخطاب الدور في جميع الانديه ديال الدول في العالم عندهم بروتوكول في اللغه في الكلام في الحركه، يعني هضره ديال راس الدرب، ولكن التحليل ديالو كيبين ان هناك حاله ياس، هناك حاله احباط. الجزائر اليوم هي دوله نفسيا وعمليا في حاله حرب مع المغرب، كينقصها فقط انها تطلق الرصاص. الا ما كانتش كتسنى الفرصه ديال اطلاق هذا الرصاص. انت كتكون غادي في الزنقه ولا في الشارع وشحال من مره وقعات، تيكون انسان بسبب او لاخر فقد القوى العقليه ديالو، يا اما نظرا لضغوطات الحياه او نظرا لفشل ديالو في بعض الامور وما قدرش يتحمل هذيك الصدمات كيف وقع النظام الجزائري دابا. تقدر تكون غادي معاه تشوف فيه تقول هذاك راه احمق، ولكن انت كيجمعها مع شي واحد ما كتعرفش انت كتطلع هذيك يقول لك ما تديش عليه هذا هو النظام. شوف هادشي اللي قلتي هو ما يختزل القصة. شوف بعض الأحيان الغباء أخطر من الشر، لأنه الشر تيمكن لك توقفه، والشر تيمكن يكون مرة الغباء مستمر. وفاش يتخلط لك الغباء مع الشر هنا تدخل في واحد المتاهات، وهذا هو اللي متحقق اليوم في النظام الجزائري، الشر والغباء. لانه ما غيمكنناش نوقفوا الغباء، تيمكننا نوقفوا شر هذا النظام، وتنوقفوا دائما على المستوى الدبلوماسي، على المستوى الرياضي، على المستوى التار تنوقفوا هذه، ولكن على مستوى الغباء ما تيمكن لكش توقفوا. وبالتالي نحن يعني تنتعاملوا مع نظام فيه الكثير من الغباء، ولذلك ما يمكنش نحلوه بمقاييس الدبلوماسيه، بمقاييس علم السياسه، بمقاييس دينيه، بمقاييس اخلاقيه، بمقاييس يعني عروبيه، ما يمكنش. هذا تتقيسه بمقاييس قاموس علم النفس، تبدا كما قلتي حاضي معاه، دير بالك معاه، لانه في اي لحظه الشر هو ينتجه، ولكن حينما ينتج الشر بغباء تتولي الخطر مركب ومضاعف. واليوم هذا الشيء اللي تنشوفوه في اللحظه اللي ما تنفهموش جريده كاتبه في الرساله الرئيسيه ديالها جريده الصدق والمصداقيه. واش نتوما شفتوا هذا الصدق والمصداقيه؟ وتدير لك واحد البونت عريض فيه كل اكاذيب وتضليل وخروج على الـ على الـ على المنطق والعقل، فهذه ضريبه ديال الغباء. وحنا ما غاديش يمكننا عاوتاني نطلبوا اعلام ذكي في نظام غبي. كاين حدود عمر. لا، الغباء دابا المشكله، الغباء هو هذا، لا يمكن ان تضع له حدود، هو غادي
واحد السرعة خيالية باش يبين لك بأنه المقاييس الطبيعية ما يمكنش تقيس بها هذا النظام، ما يمكنش تقيس بها. دابا حنا غادي نتكلموا عليه، واش عمرك شتي شي خطاب ديال الرئيس تيقول غادي نضرب بالحجر؟ لا زعما حزرتي في يدي، زعما غادي تجيب شي محلل في الداخل مجيت محلل في الخطاب السياسي في السيميولوجيا في الدستور في كذا يعرف يحلل هذا العجب هذا؟ ما قاريش هادشي. لذلك خصك تجيب طبيب شي واحد اللي تنعس حدات هكاك قدامو تبدا تعاود، لانه هو محتاج لهاد الجلسات، خصو الرقيه الشرعيه ديال الطبيب. وبيني وبينك المغرب تيلعب دور كبير في هاد الشيء ديال زعما علاج الحاله النفسيه ديال ديال هاد النظام، لانه ما يمكنلكش تبقى غادي معاه بالمنطق. واش هذا عنده الشرعيه؟ واش هاد الشيء منطقي؟ واش هاد الشيء يحترم البروتوكول؟ واش هاد الشيء ضمن القواعد؟ لا ما كاينش، حيد داك الشيء، حيد داك الشيء، بقى متبع معاه. هنا انا والله العظيم الا استحضر احضي معاه استحضر واحد الكلام كان قالو السي المساوي العجلاوي معايا في القناه الثانيه دي واحد اربعه الاسابيع قبل رمضان، وقال عباره في الاول ممكن تصدمك ولا تقول عليه يبالغ، ولكن بتتالي الوقائع كتاكد كيقول لك الجزائر شعب بلا دوله. ايوا هذا ملي كتمشي تشوف فعلا الشروط الموضوعيه ديال دوله ونظام، والله ما كتلقى ما تشوفهاش. ما بقيناش دابا كنتذكروا على الهويه وعلى التاريخ وعلى شنو عندك في الماضي وشنو ما عندكش ومنين جيتي وفين غادي، على واقع واش فعلا الجزائر دوله يحكمها نظام. اللي كيبان الا درنا تحليل الخطاب واعتبرنا تبون خطاب واعتبرنا واحد رئيس دوله اللي كيوقف وكيقول لي لا وللعالم وللشعب الجزائري ديالو تحت تصفيقات الفريق شنقريحه والحضور كيقول لهم اودي كانوا يقولوا لينا راه واش عندنا 17 مليون راس، واش عندنا 27 او 29، راني حسبتهم بالدرون طلع عندنا 17. ادب السيد الرئيس عمي تبون، واش انت مسالي تحسب البهايم؟ واش انت مسالي تحسب البهايم في البلاد؟ والخطاب شي لو قال وزير الفلاحه كلف بموضوع كذا وثبت من خلال تقنيات ديال الجرد وكذا واننا عندنا كذا قبوله، ولكن ما كتجمعش في 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 الحومه، والحومه كنشوف انا بانه حتى حنا تطورت في الحومه زعما التحليلات والتقديرات في حتى اللغه والاسلوب مختلف جدا وارقى بكثير من هاد الفضاعات اللي كنشوف. لكن السؤال الجدي يا خي وقبل منها عمر فاش تكلم عن الكذوب، راه ماشي مشكل تكذب يا عمر، راه انما راه كاين الكذوب، حتى الكذوب في المعقول، حتى الكذوب في شويه ديال المنطق. راه ما يمكنش دابا انا غنجي نكون جالس في داري ونقول لك شوف قصر المراديه في هذه اللحظه راه تبون تلاقى مع شنقريحه في الدوره ديال الطواليت راه تنابشوا ما عطيتش داك الشيء وراه تنادفوا راه حيد عليه الجاكيطه وبغى يضرب شي تخربيق. زيدون ملي كتبغي تكذب خبر كتعطيه لينفريد لينفريد انه عندك عنصر صحيح ولا جوج العناصر صحيحه، ملي كتنشر خبر بالمنطق ديال انه مازال واقع وانت نشرتيه البارح شنو التخربيق؟ زعما علاش كتكذب؟ ولكن السؤال الجدي ايوس وممكن كاين كل الشرعيه اننا نطرحوه، واش الجزائر في هذه المرحله كتقلب بالريق الناشف على القرطاس على القره؟ ما يدخلكش فيها، ما يدخلكش كيبان هادشي فين باغي توصل، ما يدخلكش فيها غرام ديال الشك. علاش؟ لان مخطط حرب الحرب البارده للاستنزاف اللي توضع للمغرب استنفد الامكانيات ديالو. كيفاش؟ تذكروا التقرير الاوروبي اللي كان ذكر على المغرب بصفته تركيا جديده في منطقه شمال افريقيا
وبأنه يهدد التوازنات التنموية في المنطقة، وأنه ينبغي فرمالته مقارنة مع الجزائر. والتقرير كان ذكروا الملك في واحد الخطاب ديال العرش، وتم الاستشعار ديالو بواحد الشكل استباقي، لأن من وراه بدات ديك الحملة العدوانية الكبيرة على المغرب. الجزائر بسذاجتها استثمرت في هذا المخطط كامل وحطت فيه البيض ديالها، وبان هادشي مثلا الموقف ديالها من العدوان ديال البرلمان الاوروبي على المغرب، بان كذلك من الاشاعه ديال بيغاسوس. وكانت منتعشه في هاد الوقيته هادي، اللي كانت اسبانيا كتضرب من جهه، فرنسا كتضرب من جهه، المانيا كتضرب من جهه، الجزائر قالت بان اوروبا كلها في جنبها، كلها في صفها. اللي وقع هو ان الدبلوماسيه المغربيه وخصوصا الدبلوماسيه ديال جلاله الملك قلبات الوضع الاوروبي وقلبات ميزه القوى الاوروبي. المصالحه التاريخيه اللي كانت مع اسبانيا حيدت اسبانيا من هذا التوجه. التوافقات اللي كانت مع المانيا على مستوى المستشار الالماني وجلاله الملك حيدت المانيا كذلك من الموضوع. الصفحه الجديده اليوم اللي مفتوحه مع فرنسا غاديه في هذا الاتجاه. اللي بقى هو ان الجزائر لقات راسها بوحدها، اخوة بها ما تعتقد انهم حلفاء اوروبيين في مرحلة ما. بس الحلفاء الغاز ما بقاش بدك الحلفاء كورقة. الحلفاء اللي توقعتهم في المشروع ديال فرملة تركيا الجديدة شمال افريقيا بدلوا حساباتهم وتخلوا عليها ومشوا في الاتجاه ديال المغرب. جميع الاوراق الدبلوماسيه اللي بديها هي ديال قطع العلاقات الدبلوماسيه، ديال قطع الغاز، ديال الحرب الاقتصاديه، الحرب الدعائيه، استنفذتهم. تبقى لها فقط الان العمل العسكري. ان العمل العسكري، العمل العسكري لجوج الحوايج. الحاجه الاولى هو استنزاف هذه الديناميه التنمويه اللي تشعر النظام العسكري بالحرج تجاه الشعب ديالو. والهدف الثاني هو توجيه رسائل المنتظم الدولي ديال غادي نريب الحفله الا بقيتوا غاديين في التوجه الذي يدعم مغربيه الصحراء. فهذه عصابه تبتز العالم وتهدد الجيران ديالها. لذلك قلت في الحلقه اللي فاتت باننا امام فيروس. انت قلتيها انه مبقى لها غير القرطاس، وهذا مبقى لها غير القرطاس هي المرحله القلق اللي وصلنا لها. ما بقاتش دابا التريغير والسخريه وبنادم هبير وبنادم مسطي، وإنما بنادم وصل مرحلة الخسارة وما بقى عنده ما يخسر، ولا الرباح عنده، الرباح عنده هو أن يجر رسائل. سير عمر تفضل. دابا أولا غير من باب المزح بعدا، تعرف بأنه من شروط تولي رئاسة الجمهورية في الجزائر هو الإدلاء بشهادة طبية تبين الصحة العقلية أو السلامة العقلية. دابا هي المشكلة في الطب، في الطبيب اللي أعطاه الشهادة، يا المشكلة في جميع لكن في جميع الحالات يونس الحرب ماشي قرار متوقف على الجزائر تبدأها. يمكن لك أنت تتحكم في بداية الحرب وما يمكن لكش تتحكم في أين ستتجه الحرب. الجزائر لو كانت لديها ضمانات ولو كانت لديها المعطيات ولو كان لديها الضوء الأخضر كان يمكن تمشي في هذه المغامرة، وهي تحبيد أنها تمشي في هذه المغامرة. علاش؟ لأن الحرب غيعطيها متنفس وغادي يغدي لها الشرعية ديال النظام. كل يوم يعاني من نزيف في شرعيته، كل يوم بسبب الخسارات التي راه تربح أنت يا يعني شي معركة دبلوماسية بسيطة تتلقى لغدا لي شرنقيحة في المنطقة الثانية شدك الميكروسكوب اللي دائما تيشدو ودي يشوف فيه. إذا العسكر هذا هو منطقه، العسكر ما عندوش منطق ديال المفاوضات، التوافق، بناء الجوار. العسكر تيفكر من داخل هذا المنطق ديال الحرب والسلم، وخصوصا إذا كان عندك شي عسكر بدأ يعلم أن شرعيته وصلت إلى أسوأ المراحل ديالها، وأنه خصو يجدد أو على الأقل خصو يخلق واحد الحالة ديال الطوارئ في الجزائر لكي يستمر في السلطة. وحنا تنشوفوا دابا إلى تبعته مؤخرا الصراع
وتكسير العظام في المحيط ديال الرئيس. التوقيف ديال المدير العام للأمن الوطني دياله، المحيط ديال الرئيس اللي غيمكن يوصل الى مدير الديوان ديالو، والتسريبات وقوانين اللي علنوا عليها تشديد العقوبات ديال تصل الى المؤباد والخيانه. فاش تبدا هذه اللغه وهذا النقاش وهذا الصراعات داخل النظام، تتحس بانه نظام يعاني من الشرعيه، ونظام فيه عدد من الريوس، ونظام ما فيش يعني نوع من التوافق. كاين توافق او تحالف موضوعي للحفاظ على المصالح، ولكن في نفس او في قلب ذلك التحالف كاين صراعات وضربات قويه. ولذلك اليوم شكون اللي يمكن يدير الجزائري يديرها في نوع من، او النظام الجزائري لا خرج النظام الجزائري يديره في قلب نوع من الاطمئنان، هو الدخول في مغامره الحرب. لكن واش هاد المغامره يقررها النظام الجزائري وقصر المراديه؟ لا يمكن. النظام الجزائري عارف بانه السياق الدولي اليوم، السياق الدولي يجعله خاسرا في المعركه. اولا لانه ما يسمى بالحليف الموضوعي اللي هو روسيا، روسيا مشغوله في راسها، وروسيا عندها علاقات متميزه مع المغرب بسبب الموقف المحايد ديالو في الصراع الاوكراني الروسي. وروسيا ما غيمكنش تدير البيض ديالها كله في هاد الشيء ديالها. شتي يا عمر نكمل غير بعد هاد. تفضل تفضل. فرنسا اللي تيمكن تكون دائما للنظام العسكري ووظفته مرارا، اليوم فرنسا هي براسها تتعيش مرحله تحول في الموقف ديالها، والموقف ديالها يقترب من المغرب اكثر مما يقترب من الجزائر. وإلى جبنا الولايات المتحده الامريكيه نفس الامر، ولا شفنا المحيط العربي والدول العربيه والخليج كلهم، كل هذه الدوائر ماشي في صالح الجزائر لكي تقوم بمغامره. هذه قراءه ديال العقل ما غنختلفوش عليها، ولكن اللي كما قلنا في الحلقه السابقه ودابا صعيب، وانت قلتيها بنفسك ام الحجره ما كيعرف لا محيط دولي لا. عرفتي الجزائر اش واقع عليها دابا؟ عرفتي ما يحدث مع اخر حتى لدابا بلا تاع عمر؟ عرفتي ما يحدث مع الجزائر؟ انت كتشد الطوموبيل كتمشي في لوطوروت، بين الفينا والاخرى كيبانوا بعض الجماعات كيوقفوا في دوك القناطر كيشيلوا عليك بيضة اي باش كيخسر لك السويكلاص وتنزل يهبط يكريسيك. الجزائر هذا ما تفعلوه. المغرب غادي في طريقه السيار، جماعه ديال ولا عصابه ولا ما عرفت كيفاش غنسميوها كتشير بالبيض، كتشير بالحجر والقطاطعيه. زعما مع كامل الاحترام للجوار ولي ما نعرف اشنو، ولكن العمل والاساليب ديال القطاطعيه اش يونس قالها ومحق واتفق معه في القضيه. اما الشرعيه اللي كتخوش من شرعيه عندك من نظام بعدا باش تكون عنده شرعيه؟ ايوا شرعيه القوه، شرعيه الردع. ايوا شرعيه الردع، شرعيه، ولكن شنو المشروع السياسي اللي عند الجزائر كله كنظام؟ ما كاينش الانظمه الديكتاتوريه في العالم كامل، وكتلقى عندها واحد الورقه اللي كتلعب بها. الورقه الوحيده اللي عند الجزائر دابا هي المغرب، وبما انه جميع الاساليب فشلت في كبح المغرب، ممكن جدا هذيك المنطق ديال حرامه باش نواطيو زعما بالمنطق ديال نواطيو باللغه ديال تبون، نواطيو الوضعيه كاملين. ما يمكنش انت جاري وتقلع عليا، ما يمكنش انت جاري وما عندكش البترول وما عندكش الغاز ولكن غادي دير المونديال. ما يمكنش المغرب انت جاري وما عندكش امكانياتي وكتفاخر بالتاريخ ديالك و12 قرن او ازياد وبالاستقرار ديال النظام السياسي ديالك وبالمنجزات الدبلوماسيه ديالك رغم الاعطاب، باش ما يقولش لي شي واحد كتطبل. اذا شكون اللي خاسر في نهايه المطاف؟ غيخسر المغرب. المغرب يستفز الجزائر بطريقه ديال النبل، لانه ما كيديش عليها رسميا. كنتكلم الخط التحريري الرسمي يقوده الملك محمد السادس، وفي اكثر من خطاب اللي قال لهم اودي حنا خوت الشعب المغربي والشعب الجزائري والشعوب المغاربيه عندها مستقبل واحد. ولكن للاسف وهنا لابد ان تتوقف قليلا، تفضل. لان السي عمر جا من اكادير وما جابش لنا معاه الخبر ولا مخبيها. واحد الخبر صحيح النقطه اللي ترتي ديال الملك محمد السادس قال
تذكر انه هذه واحد جوج الاسابيع ولا ثلاثه باش نخدم لك بهذا الكلمه تاعتي جداريه قال لي هذاك الاسلوب ديال البيض الفوق واحد جوج الاسابيع واش غنديروا اسابيع ولا شهر ولا ما عرفت شنو هو كانت الجزائر اعلنت على فتح مكتب التمثيليه ديال الريف الجزائر من اجل رعايه المشروع الهبالي ديالها. الوالي ديال اكادير ديال جهه سوس ماسه خذا قرار اداري بمنع تاسيس لجنه ديال التضامن مع القبائل من بعد ما اعلنت راسها جمهوريه مستقله. في الظاهر ديالو كيبان قرار اداري لكن في العمق ديالو قرار سياسي. هو قرار سياسي وموقف مبدئي ودبلوماسي مغلف أهم. مغلف بما هو اداري. وتيقول بان المغرب لا يرعى المشاريع الامتصاريه في المنطقه المغربيه ولا يشجع على التجزئه او التقسيم ولا يورط نفسه بالتدخل في الشؤون الداخليه للدول الجوار ولا المساس بوحده اراضيها وترابها الوطني. باش نقارنوا من يحكمنا ومن يحكمهم ولو ان المجال غير لا يسمح بالمقارنه. في خطاب العرش 2021 او 2022 قال محمد السادس بعباره واضحه كما يشبه تعهد للجزائريين بأن المغرب لن يكون أبدا مصدر شر أو سوء للجزائر. والدول أخلاق وقيم وقيادة الدول أخلاق وقيم. في الواقعة ديال سوس الملك محمد السادس يفي بتعهداته ويفي بالتزاماته في حين أن مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية كيطلب انه كيف فتحتي مكتب التمثيليه الريف عندك غادي ندير حتى انا مكتب التمثيليه جمهوريه القبائل الخلاصه عندك. ولكن الحكمه والرزانه وعلاقه الدبلوماسيه المغربيه ما يمكنش الخلاصه الاخوان باش نختموا هذا الموضوع بسرعه الاخوان لنا باقي لنا مواضيع اخرى الله يخليكم عنده واحد الانسجام في المواقف فاش تمتي راي فاش يرفض الانفصال ويعبر على هذا الرفض راه تيعبر عليه في المغرب وتيعبر عليه في كل التجارب الاخرى وكان حتى في اسبانيا قال الموقف ديالو. المشكله ديال الجزائر انها تدعم الانفصالات وفي نفس الوقت تريد ان تحارب الانفصالات في بلدها. الخلاصه هنا في المشكل هنا المغرب يضع الجزائر في قلب التناقضات. وانا بالنسبه لي عندي واحد كلمه نقولها ونسالي بسرعه بانه راه يمكن ربما افضل خيار بالنسبه لنا في مواجهه الجزائر هو الشيء اللي تنديروه. ما تنديروا حتى حاجه ونظام يسيء الى نفسه بنفسه. اعطيني اقل من دقيقه. هذا هو. اقل من دقيقه. غمقتوا علي واحد الغميق عرفتي. ربي يسمح لنا راه جايه النقطه الثانيه غتغمق علينا مزيان. ما عندي ما نغمق انا. كل شيء ديال عمر. كلها اليس ابراهيم. والله الا اليس ابراهيم عمر. انا بغيت غير نكمل هذه الجمله اللي قال عمر نمشيو في هذا الشيء. افضل جواب عملي اللي نجاوبوا على الجزائريين. بالاضافه للحكمه والرزانه والثبات اللي معروفين فيه هو نرجعوا لفكره الجبهه الداخليه. على الاقل في العلاقه مع الجزائر وكنظن ان امكانيه ديالها متاحه الان لثلاثه ديال الاسباب. السبب الاول هو واحد العدد ديال الناس ديال خوا بداوا كيراجعوا موقفهم من الجزائر. ولو انه كاين اللي ما راجعوا حتى ولا كيعتبر انه هو اللي مستهدف شخصيا ماشي المستهدف هو البلاد. الحاجه الثانيه كاينه جوج الارضيات كاين جوج الارضيات كاين جوج ديال المؤشرات في نهايه ابريل وماي على الامكانيه ديال تاسيس هذه الجبهه الداخليه. المؤشر الاول هو التقدم اللي حقه المغرب في المؤشر ديال حريه الصحافه. واحد العدد ديال الناس اللي كانوا كيتحفظوا على الجبهه الداخليه كانوا كيتحفظوا عليها لاسباب تتصل بالديمقراطيه. عندنا هذا المكسب ديال تقدم المغرب في حريه الصحافه. وعندنا الارضيه الثانيه هي هاد ملامح وبوادر التعاقد الاجتماعي الجديد اللي بان في المغرب. الى استمرنا هذه المسألة ديال الحرية التعبير والديمقراطية ورضينا فيها جميع الأطراف الوطنية واستثمرنا في التعاقد الاجتماعي الجديد غادي نكونوا درنا ديك اللحمة الوطنية اللي عيامة يتبون ماشي غير الشير بالحجر الشير بالحديد بالعواد باللي كان ما غادي يصوروا حتى حاجة. هذا كل حال أنا دائما أتوجس من مخارج الحروف ديال السيونس دافقير فبالتالي كنحط يدي على قلبي ما
ما خارج الحروف. لا حيت انا ماشي من الشام ولا الحجاز، انا شلح. لا درت مجهود باش ننطق اللغه العربيه وحروفها بشكل سليم، اما كاش الحياز لا غير في بعض الكلمات. لا ما تبقى لك واسع النظر، نحن نقدر لسانك الامازيغي. لا حول ولا قوه الا بالله. انت كدير شي فاصل ولا شي حاجه تضحك على خاطرك. على كل حال لا انا متفق مع يونس فيما يتعلق بالطريقه كيفاش خصنا نتعامل مع وضع جغرافي مفروض علينا. يعني ما غاديش نهزو جلابتنا ونبدلو المغرب، وهما ما غاديش يهزو جلابتهم الا كانت عندهم جلابه وغادي يبدلو التراب الجزائري اللي عايشين فيه. ولكن كنقولوا من حسن حظ الشعب الجزائري ان النظام المجاور نظام عاقل وما كيشيرش بالحجر، والا لكانت الباطيرات خدامه كثار ما خدامه دابا، لكن كل واحد كيقلب فين يهرب، لان كانت غتكون منطقه تلتهب بالنيران الحقيقيه. والا كانت المنطقه ديال شمال افريقيا مستقره، خصوصا بين تونس المغرب الجزائر، الا كانت هذه المنطقه مستقره نسبيا فالفضل الاول للمغرب، والا لو تبعناهم والله العلي العظيم كنا رجعنا نعيشوا في النوالات كيف ما كانوا في ايام زمان. اما كيفاش نتعاملوا، انا عندي وجهه نظر اخرى سيوس، واعتقد ان المغرب رسميا واعي بهذه النقطه. قالوا المغاربه ديال زمان اللي عنده باب واحد الله يسدوا عليه، مدينا اليد، درنا المبادرات، تفاعلنا، درنا عين ميكا. ما يمكنش المغرب غادي يرهن مستقبله بجماعة من الناس المعتوهين، هذا حق واجب. التوجه المنطقي كاين جوج دابا، الشرق لا اله الا الله محمد رسول الله، بقينا الشمال، بقينا الجنوب، والمغرب مستثمر في علاقاته ومستقبل علاقاته مع اسبانيا و امتدادها من نقول اسبانيا، وكنقولوا مونديال 2030 راه كنقولوا اسبانيا والبرتغال، كاين واحد المحور طالب كاين اسبانيا البرتغال حتى الانجليز الله يرحم الوالدين، وممكن فرنسا الى دارت عقلها انها تدخل فيه، وهذا موريتانيا السنغال، السنغال هو اذا العمق الافريقي خليت بوني عندك قيسوي بيناتهم ذاك الساع وما تبقى من ليبيا. وكاين كذلك الامتداد ان صح التعبير الايبيري ديال المغرب، 14 كيلومتر كتعطينا افق جديد. وانا بيني وبينك عملي ولا عملي ما بقيتش باغي نقول احنا احسن من الجزائر، بغيت نقول ما خصناش نكونوا اقل من اسبانيا ولا من البرتغال ولا من الدول الاوروبيه. هذا هو الطموح الواقعي المستحق لكل مغربي. صافي اتفقنا بان الجزائر فيتنا بسنوات نظاما واقتصادا وسياسة وسياحة وما شئت من المجالات. أنا بغيت نكون بحال الفرنساوي، وبغيت نكون بحال الإسبانيولي، وبغيت نكون بحال البرتغالي وبحال الإنجليزي. هذا هو الامتداد الطبيعي دابا ديال المغرب. ما يحدث في المغرب دابا، واخا كاين اللي كيقول لك كتزيدوا فيه، لا ما يحدث في المغرب بوادر اللي كنا كنقولوا القوة الإقليمية، كان اللي كان كيضحك علينا، لا قوة إقليمية وفايتين عليه، والمفروض أنه نمشيو أبعد. هادشي علاش شخصيا أعتبر وكنظن كنشتركوا في النقطة، 2030 وقلنا هذيك المرة ماشي مجرد مناسبة ديال الكرة، لا موعد مع التاريخ، موعد مع التاريخ ومع الانتماء. ديك 14 كيلومتر اللي حبسنا الماء، غادي يجي المونديال باش يربط المغرب ربما بالامتداد الذي يستحقه عوض الامتداد الى الجيران في الشرق. رضوان بسرعه نمشيو، رجع كيتسنى كل النزاعات البينيه اللي ستكون مرتبطه بالحدود ستلقى جوج النماذج، نموذج جوج دول وصلت بواحد الدرجه ديال الحمق وديال الصراع بحال اللي كان مع ايران مع العراق في واحد اللحظه، اما تتلقى
جوج دول بعقلها وتدبر الشؤون ديال النزاع ديالها بشكل عقيم، واما تتلقى ما تتلقاش بحال اللي عندنا النموذج. حنا النموذج ديالنا يمكن من اسهل النماذج في الصراعات البينيه، دوله بعقلها مع دوله حمقى، يمكن يكون فيها بعض المخاطر، ولكن المكاسب اللي تتكسبوا الدوله المتعقله من الحمقات ديال الاخرين تيجعلها ما تبدلش مجهود، ما تبدلش مجهود. انت فوقاش تبقى يمكن صعب عليك الماموريه، هي كون كنتي قدام شي نظام بعقله وكل لحظه تيورطك في شي مواطن محرجه وتيخليك تبدل واحد الشهور ديال المجهود من اجل انك تخرج من هذه الورطه. انت تتجلس وتتنوض الصباح تتلقى نظام داير حماقات، وكلها تتصب في الميزان الدبلوماسي ديالك، وكلها تتصب في شرعيتك تتقويك، وكلها تتصب في مصداقيتك وتتنقص من مصداقيه الاخر. وبالتالي احنا في هذا النموذج ما تنبدلوش مجهود في الصراع، ما تنبدلوش، لان العالم ينظر الى انه ها هي دوله تتعمل على والله يهديهم. واخر دعوانا تبحثوا على الصراع وتبحثوا على التوقف. اخر دعوانا الله يشافيهم الله يرد بهم والله يكون في عون الشعب الجزائري الذي يدفع الثمن اولا واخيرا. اما المغربي راه مع مشاكله ومع طموحاته مع واقعه يتسلى بما يسمع في تيك توك وفي المنصه ديال التواصل الاجتماعي، يضحك مع عمي تبون او عليه على حسب، والحياه تستمر. 2030 اكيد تابعتوا الحوار او جزء منه اللي دار فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم مع قناه مصريه. السياق الحوار ممكن كيجي هذه قراءتي على كل حال من بعد الحملات الكبيره اللي شنها الاعلام الجزائري اللي يصبح ويمسي بالاسم ديال القجع، اختار رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم انه يخاطب ما عرفتش واش الجمهور العربي واش الافارقه واش شمال افريقيا واش المغرب، هذا يمكن ناقشوه، ولكن اختار انه يوجه رسائله عبر منصه وقناه مصريه اللي كيبان الا بغينا نقراو العمليه التواصليه، الرجل نجح في تحقيق اختراق اعلامي في الاوساط المصريه. كنشوف التفاعلات ديالهم خصوصا في المنصات ديال تويتر انه ربما حقق ما يشبه الانبهار بشخصه وبفلسفته في الاشتغال. طبعا انا عندي ملاحظات يمكن من بعد عمر دونت في الموضوع، اعتبرت بانه فوزي القجاع وقول لي شكرا توني بعد جاك. جاني توني قول لي شكرا يونس توني جاك. ايوا شنو هادشي راه كضربوا لينا الطر غير ملي كيديروا توني. شكرا كون جا في النهار الاول، دابا انت درتيها الواجب اللي عليك. لا يعني شنو غيترتب على هادشي شي اثار عاوتاني؟ لن يترتب على اي اثار. لا حول ولا قوه الا بالله. عندنا كاين شي توني على التاخر يمكن قلوب النقاش. تفضل تفضل معك سي عمر. لا انا تفضل سي عمر. هادشي اللي دار القجع يمكن يكون درس في المؤسسات ديال التواصل، كيف ان بضعة كلمات وجلسة هدمت كل ذاك البناء العشوائي ديال التضليل الاعلامي الجزائري. طبعا جزء من الاعلام المصري كان منخرط، كان ضحية، غير هو المصريين تتحس الانخراط ديالهم ماشي خبيت، دفاعا على مصالحهم، تدافع على فروقهم، تدافع والمصريين عندهم واحد الارتباط بالكره غريب، ولكن الا شافوا شويه الحقيقه راهم تيكونوا تيعبروا على يعني الاعتراف ديالهم ولا التراجع ديالهم. اذا هذاك الدرس اللي قدموا القجع، اولا الاختيار ديال السبور اون تايم سبور، هذه من المنابر الاعلاميه الرياضيه الكبيره في، واختيار صحفي من الصحفيين المتميزين في مصر. ثانيا شكون هو المخاطب؟ طبعا المخاطب هو الرياضيين المصريين والجمهور وكذا اللي استطاع بانه يغير بتاتا، تنقولوا احنا مسح الطاوله يعني مسح لهم داكشي اللي كان بدا يتركب. ولكن الاهم في هذا
هو انه خلق واحد الشرعيه جديده للتحالف ما بين المغرب ومصر في المراكز القرار في الكروي في افريقيا وفي لانه علم علاش كانت تتراهن حمله التضليل هو تخلق واحد الهوه بيننا وبين المصريين وبان المصريين يوليوا خصومنا بحال الجزائريين لكن الذي حصل هو العكس تماما هو ان هذه الخرجه حققت كل الرسائل ديالها والاهداف ديالها التواصليه وزياده وبالعكس جعلت اكبر المعارضين للقجع في مصر وانا كنت نتابع الكثير منهم انهم ينوهون بالرجل بامكانياته العلميه باللغه الفصحى ديالو بالمظهر ديالو بالتواضع ديالو كيفاش يتكلم على انه الاهلي احسن فريق في افريقيا فاش يقول له واش انت احسن رئيس اتحاد كروي تيقول له انا من بين افضل من يتقنون العمل ديالهم اذا الرجل حاول في تلك او ماشي نجح في تلك الخرجه انه يبني يبني الشرعيه ديالو ويبني القوه ديالو ويعطي الصوره الحقيقيه على المسؤول لان هذا القجع ولا بحال شي غول عند البعض وتعرف دابا الاعلام كل ما اشتغلنا يوميا على اننا نخلقوا لك واحد الصوره سيئه كترسخ تبدا ترسخ لحسن الحظ ان التوقيت ديال الخروج كان في محله منبر الخروج كان في محله المخاطبين والمستهدفين بالخروج كان في محله والامور يعني حققت كل الاهداف ديالها هذا هو اللي سنقولوا عليه يعني الضربه ديال المعلم هي هذه ضربه ديال المعلم يونس انا عندي ملاحظات في الشكل الملاحظه الاولى وهي الحضور بتسجل ان المصريين هما شعب ديال الفرجه شعب عنده المعايير ديالو والشروط ديالو في المتابعه باش يتفرج فيك خاص تكون عندك القدره على الجاذبيه وعلى فنانين ذواقه وواحد ملي كيكون ذواق في الفرجه خاص تبذل مجهود باش تكون في في, في المستوى الحاجه الاولى هي الكاريزما ديال الحضور في البلاطو تحس بها انه معمر بلاصتو ومتمكن ومتحكم في الفضاء التواصلي وفرض الايقاع ديالو على الصحفي يمكن لك تقول انه اكل الصحفي حته حته الله شويه شويه حته حته يتعب صافي بارك الله فيك هذه وقف حللتي الحاجه الثانيه اللغه العربيه سليمه انا بدا فوجئت حين تابعته باللغه العربيه والبناء ديال الجمل والانتقاء ديال الكلمات الحاجه الثالثه ما كاينش الشحمه والهبره في الكلام كل جمله عندها غرض كينيش به الحاجه الثالثه كان ذكاء في استعمال الكواليس اللي ما كيعرفوهاش الناس وكنظن ما سبقش ليه استعملها وخلاها الى ان جاء الوقت الحاجه الرابعه كان ذكي في قراءه النفسيه المصريه انت تعرف ان المصريين وهذا من حقهم لانهم شعب وحضاره عريقه عندهم النزعه الفرعونيه يعبروا عليها بمصر ام الدنيا الخطاب ديال القجع مشى معهم في هذا الاتجاه مصر ام الدنيا الصدقه ديالي الى ترشح الاخ كذا انا ما غنترشحش في المنافسه ديالو التنظيم ديال كاس 2019 انا اللي اقترحت على الاخوان فهذه العمليه التواصليه كتعرف منين كنطلق وفين باغي توصل وشنو باغي تقول بدون حشوين وبدون زياده لذلك شفنا ان حتى الناس اللي كانوا كينتقدوا فوز القجاع ولا عندهم منه موقف وما الى ذلك اشادوا بهذا الخرج وسرعه البديهه دابا عرفتي فاش تكون في حوار فيه اسئله محرجه فاش يبدا معك الانسان الحوار بانك تتدخل في النتائج وتتدخل في الحكام ويجاوبك بانك كنت تدخل كل فريق ديالي الدال هذا راه هاد السرعه هاد البديهه في الرد راه ماشي ما تتكونش عند شخص بالاضافه لهاد سرعه البديهه في الرد والتواضع اللي ذكرتيه كاين عاوتاني واحد الحاجه المسا في الحوار هو الاحترام للصحفي وما قلبش انه يسمى تشي عليه ويحرجو ملي الصحفي كان كيقول ليه
الجمعية المغربية. الجمعية. الاتحاد الاتحاد المغربي الاتحاد المغربي قالها ما صححهاش ليه في البلاصه كيصحح بطريقته خلاه ودوز هذا ولكن هو على معرفه بالصحفي الذي يخاطبه لا واحد القضيه الاخوان هو من حيث الشكل والمضمون ما يمكنش نختلفوا في تقديري والنظر الى النتائج ديال هذه الخرجه الإعلامية التواصلية واختيار توقيتها واختيار المنبر على فكرة أنا ما باش لي الصحفي دار عمل استثنائي الحاجة الاستثنائية الوحيدة اللي قدر الصحفي يديرها هي أنه دار حوار أما أسئلته عكس بزاف الناس اللي كيقول لك واو صحفي المغاربة كيطرحوا نفس الأسئلة وما كنظنش أنه إلى تحت لأي صحفي مغربي الفرصة باش يحاور فوزي القجع ما غاديش يقول لي فوزي القجع سيد الرئيس هناك مجموعة من وسائل الإعلام العربية وفي شمال إفريقيا ويمكن في العالم تتهمكم بالتدخل في الكاف اعتبر بأنه الصحفي طرح الأسئلة البديهية الحد الأدنى من الأسئلة والدليل بالعكس الصحفي ظهر أكثر انبهارا بشخصية فوزي القجع من الصحفيين المغاربة أنا يحز في نفسي أنا كل مرة فاش كتكون خرجة إعلامية مع وسيلة إعلام أجنبية كيبداو اللي في المغرب كيبداو يعطيو الدروس شوفوا سيادكم الصحفيين لا صحفيين مغاربة أفضل بكثير في إجراء الحوارات من الصحفي المصري أكل حتى أقول لك ما أنجزه ما يستحق عليه التصفيق الصحفي المصري هو أنه جاب الحوار مع فوزي القجع طبعا القدرة التواصلية فوزي القجع ماشي جديدة أثبتها في البرلمان أثبتها في ندوات سابقة ولكن أنا شخصيا مؤاخذة اللي عندي ما يمكنش فوزي القجع بعد سنوات من الصمت أول خرجة إعلامية تكون في وسيلة إعلام غير مغربية نفهموا السياق نفهموا مصر نفهموا الكرة نفهموا الكاف نفهموا المقرد الكاف نفهموا العلاقة مع الجزائر وهذه الحملات ديال التحريض ولكن أعتقد لأنه مر في المغرب على الأقل في السنة الأخيرة الكثير من الأمور التي تستحق أنه فوزي القجع بصفته رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه يتكلم يحز في نفسي أنه يتكلم على المونديال في مصر يحز في نفسي أنني يتكلم علاش مشى واحد خليل وزيج في مصر يحز في نفسي أنني يتكلم على أمور تقول لي الكاف نقول لك تكلم في مصر تقول لي الشأن الإفريقي نقول لك تكلم في مصر ولكن أعتقد مش نقول لي لا ما علاش درتيها ما كانش خصو يديرها لا بالعكس اعتقد كان خص شويه ديال الانصاف حتى للاعلام المغربي لا شوف رضوان بعض الاحيان راه لي ميساج ديالك والسياق تيكون جزء من التفضيل دابا لا احد انه يقلل من زعما اهميه الاعلام المغربي وفي بالعكس الحضور ديال القجع في الاعلام المغربي كاين لانه يمكن ما كاينش عن طريق حوار ولكن كاينين تصريحات لقاءات حضور يعني تتحس به كاين في المشهد الاعلامي لا عمر باش ما تفهمنيش غلط لا انا ماشي كنقول لك علاش انا غير تنفسر ماشي فهمت ماشي غلط ما كاينش تقول راه ما عنديش فيه الاختلاف انا تنقول لك مثلا انت غتلقى مع 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 انت باغي توجه الخطاب ديالك على برا ماشي للمغرب وماشي كل على برا الواحد الفئه من الجمهور العريض اللي عنده اثار على الـ 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 على الكاف في افريقيا متفقين عمر دابا هذاك الصحفي اللي سولك على حال وليد زيد راه ما عندكش انت لا تملك من نفسك خيارا انك تجاوب طبعا لا انا غير كنقول لك يا ريت على 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 ما يجري في المغرب غادي تجاوب عمر ولكن الرساله انا بغيت نقول لك الرساله الكبرى هي على برا انا متفق معك الرساله الكبرى على برا
انا كنطرح سؤال، واش في الداخل ليست هناك من رسائل كبرى تستحق ان رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم يخرج يتكلم فيها؟ لا كنظن عندنا جوج المناسبات. لا ماشي هذا، ماشي كان دابا عمر كتجاوبني بحال الا بنت ليك انه ما بغيتوش يهضر. راه مزيان انه تكون عندنا القدره، راه قلت قبيله، حقق اختراقا اعلاميا في الوسط المصري، وهذا ماشي مساله سهله، وهذه ماشي مساله نقدر نقول لك نادره، فين كيكون عندنا مسؤول قادر على انه يخاطب باثر كبير وتاثير كبير الجمهور في الخارج. ولكن كنقول انه في المغرب الكثير من الاشياء تستحق انه اما رئيس الجامعه بنفسه، اما من ينوب عن، اما الورجي لكاس العالم راه مازال ما كنعرفوش شنو كاين فيه. ديك النهار كان اجتماع في وزاره الداخليه ديال المشاريع، ايوا كان المفروض انه شي حد، ايوا حنا معنيين ولا لا، المفروض شي حد يقول لك ها شنو ناويين، ها شنو مبرمجين. المغاربه ما عارفينش التيرانات فين غاديين، فبالتالي كاين امور لا يتناسب مع الوضع المغربي الجديد ان نجيبوا اخبارها من برا. صافي هذا هو اللي كنقصد. كاينه واحد النقطه اللي خصنا ننتبهوا لها في الرياضه، ولات عندها دي زونجو تحديات في علاقه الدول ومرتبطه بصوره الدول. طبعا بعض الاحيان تيكون مفروض وضمن المكاسب انك تلقاه مثلا القجع في بي ان سبور في حوار، تيمكن تلقاه في شي قناه رياضيه كبيره في اوروبا تيجاوب على بعض المشاكل اللي كاينه في الرياضه. هنا تتكون عنده اهداف. تكون عنده اهداف لانه الرياضه ولات دابا دبلوماسيه جديده، ولات صراع، يعني هي جزء من الصراع الدولي، وبالتالي انت تنكون عليك واحد الصوره ديال واحد تيستعمل المؤسسات الافريقيه باش يرشي باش يوصل نتائج كذا، واخا نجي نديرها معاك انت ولا يديرها مع اي صحفي مغربي، الامباكت ديالها الاثر ديالها ما غاديش يكون بحال اللي داروا مع واحد. انا ما كنتكلمش عمر في هذا الموضوع. احسن فوزي القجع حين اختارك تك لو تايمينغ واختار المنبر واختار البلد، هذا لا خلاف عليه. قلت حبذا لو ان فوزي القجع يستحضر بانه كاين كذلك جمهور مغربي يستحق ان يخاطب من وسائل اعلام مغربيه ببساطه. سير دوان ماشي غير فوزي القجع، وهذه اشكاليه يقصها النقاش. صحيح صناع القرار في المغرب اللي عندهم وزن وهيبه، عندهم توجس من التعامل مع الصحافه ديال البلاد، كاينه ازمه ثقه. لازم الثقة فيها بزاف ديال الحوايج. ما عرفتش ولا السياسي كيحس بأن الخروج عند الصحفي هو عبارة على مغامرة محسوبة غير محمودة العواقب. كاين اللي كيعطيها ليك بالتكوين ديال الصحفي وبالخلفيات ديالو، وكتذكروا الكسيدة اللي وقعت ما بين جوج ديال الزملاء الصحفيين ومسؤول سياسي في مقر بلاطو ديال القناة الاذاعه الوطنيه. يا اما كاين حكم مسبق من طرف الصحفي، يا اما كاين حكم مسبق من طرف، وبالتالي اش كنديروا؟ كنكتفيو بالمصالح ديال التواصل، عطي هذا عطي هذا، وحتى الى حيدنا حالات استثنائيه قليله نادره، ما طورناش مفهوم الاستجواب الصحفي في المغرب. وليتي كتسمع الاستجواب كطرح راسك سؤال، واش هذاك سؤال مهني ولا مداخله؟ مشكل اخر. كطرح راسك سؤال في البلاطو، واش الصحفي وظيفته تما هو يطرح الاسئله باش يخرج الخبر والموقف، او لا باش يهزم صح الانفيتي ويخرج هو البطل. امتى يقلب ليك على جزئيه ولو انها خارج السياق وغير حيتيه ثانويه في البناء العام للفكره، تترجع ويقدمها هي الحدث. كاين شويه ديال التعالي الا بغينا نقولوا من جانب السياسيين، ولكن كاين شويه ديال الخدمه كذلك والمجهود كي خصنا نديروه من جانبنا ك واحد النقطه بسيطه في هذه القضيه. تفضل. دابا انت صحفي ياك، وصحفي انا فيتكم صحفي وباقي، ودابا شوف واحد القضيه، المسؤول دابا اي مسؤول بغى يدير حوار، احنا غير بثلاثه دابا
غايقول لك واش غنخرج عند يونس ولا نخرج عند الرمضاني ولا نخرج عند الشرقاوي، وغادي يبقى بعدا غير في هذه المعضله ديال الجواب غيولي خايف، لان حنا الجسم الصحفي ما تيساعدش كذلك على تطوير المواد وتطوير الحقل. هو غير يشوف خرج مع يونس غنجي نقول لك علاش اختار يونس. تمام. ويمكن ندير ماده صحفيه انا ضد الخروج، مع العلم انني خصني نجي نقول يونس برافو عليك ونقلب في الاجنده برافو عليك يا يونس خرجتي جميله. لا تقليع. انا غادي ندير لا انا غادي نجي ونقول علاش خرج مع يونس، كاين اهداف علاش خرج مع يونس. صحيح. وتولي بدل من انك تمشي تشجع المنابر الاعلاميه المغربيه ديالك لانها على الاقل دارت هاد الضربه الصحفيه، تتولي تزيد تخلع السياسي يخرج مع او المسؤول يخرج مع صحفي مغربي. راه حنا شفنا دابا راه شفنا في هذا الشيء ديال راه فوسط المنبر الواحد وتيقول لك علاش داك الصحفي وماشي عمر حد. عمر هذا نقاش عاوتاني راه مصيبه. ايوا مصيبه نيت. راه قال يونس واش الدور ديال الصحفي في الحوارات هو يعطي العصير ولا هو يخرج المعلومه؟ معلومه. واش دور الصحفي هو يستعرض بالبنا داكشي اللي كيعرفو داكشي اللي قاريه؟ واش كيتناظر معاه؟ راه هذا سميتو الحوار الصحفي. تيولي واش كنا هو الضيف والصحفي ولا مسؤول؟ راه كنشوفها بعض المرات في تعليقات كيقول لك فلان بان ضعيف. الصحفي ما كاينش ضعيف، واش سؤاله في محله وقيمة السؤال تقاس بمضمون الجواب. ما كاينش سؤال مكلخ، ما كاينش سؤال غبي وسؤال ساذج وسؤال سطحي. ياك شحال من سؤال ساذج هو اللي كيخرج كيعطي لك الخبر. هنا عاوتاني الوم الجمهور كذلك السي يوسف. تيبغي الفرجه. الجمهور لانه ما كيقلبش. كون واضحين زعما بلا من تيقلب على حل بري الملاكمه. كيقلب على الفراجه. قلب على العصير. وكيقلب على يتفرج بعينيه ما يسمعش بودنيه. تماما. ما باغيش يسمع. والدليل فين كاين؟ بعض المرات انا كندير حوارات. قبل ما يتفرج في الانسان كيعلق. ملي كدير حوار في ساعه ولا باقي ما دازش كاع، راه درت غير الاعلان. واحد يكتب لك التخربيق، واحد يكتب هنا نقاش عويص مرتبط بالنظرة ديال المسؤول في المكان ديال المشهد الصحفي، ومرتبط بقدرة الصحفيين على الإبداع وعلى الاجتهاد، ومرتبط كذلك بالجمهور واش نبغى. صحيح. إذا الجمهور ما يزيدش، بغيتي الفرجة كاين الأماكن الفرجة، ولكن ما تفرضش على المنابر الإعلامية أنها تمشي في واحد التوجه، وفي نهاية المطاف تلومها. ولكن ما يحز في الناس فعلا هو هاد اللازمة ديال شوفوا الصحفيين الواعرين. شوفوا القنوات الواعرين. ما عرفتش حالك وهنا ملي كيزيدوا 2000 درهم الصحفي الدرويش اللي خدام في موقع يقول لك رشيتوهم الفلوس الشعب فين مشاو؟ سير شوف مصر شحال كيتخلصوا. داك عمرو اديب اللي كيعايرونا به، عمرو اديب راه يعيش هنا ربعه ديال الوزراء اعلى اجر طبعا. يا ريت الله يخلينا بحاله شي نفسه عمر على كل حال في المنطقه ديال لا عمر الشرقاوي هذاك كان نقاش اخر يمكن نرجعوا ليه في حلقه خاصه لانه كاين بزاف ما يتقال. الخلاصه شوف ما يمكنش ننفيو في وزير القجع نموذج تواصلي متفرد في الساحه المغربيه حاليا، ماشي فقط يبيع الكلام ولكن من الحالات النادره اللي كترتبط الكلمه بالفعل. عنده مشروع طبعا ما كيقودوش بوحده، هو يشتغل في اطار منظومه كلنا عارفين فين باديه وفين كتسالي، كيعرف حدوده، كيعرف واجبه، وكيف كنقولوا باسيوني كتعجبو واحد الحاجه، هذا الشيء اللي كيديرو كيعجبو. اذا ما يمكن الا يكون في هذا الموقع اللي حطوا فيه الاعلام العربي والافريقي ما يتعلق بكره القدم الافريقيه. ولكن ما نجح فيه فوزي القجع في الخرجه الاعلاميه باش نختموا هذه النقطه،
ماشي هو فقط انه صحح المغالطات عند الجمهور المصري او بشكل اوتوماتيك عند التوانسه الجزائري المهم فقود فيه الامل على كل حال. ما توفق ولا تفوق فيه فوزي القجع هو نجح في بلورة ولا ايصال الصوره ديال مشروع مغربي يتعلق بالكرة ومشروع مغربي يتعلق بالكرة الإفريقية. هذه اللي ما قدر يديرها حتى شي واحد قبل. بغاو يخنقوه في المسألة ديال الكولاسة وشراء الدمام والتحكيم والتخربيق، هو قدم نفسه بطريقة غير مباشرة، يعني كلامه وأفكاره اللي كتعكسها، ماشي هو بغى يقول لهم ها أنا ذا. قدم نفسه على أنه فكر جديد للكرة الإفريقية اللي ما عندوش العقدة من الكرة الأوروبية ولا باقي المدارس الكروية ولا الكرة الإفريقية في المستوى ديالها. وفي نفس الوقت التصور ديال القجع ولا التصور المغربي للكرة والرياضة الإفريقية مغربش على التوجه المغربي كله فيما يتعلق بإفريقيا. نفس المنطق كيحكم المجالات. إذا تذكرنا الرسائل الملكية والمناسبات اللي كانت فيها أنشطة ملكية في إفريقيا، دائما ذاك المنطق الذي يدافع عن إفريقيا بإزاحة العقدة ديال الغرب، نفس المنطق مشى فيه فوزي القجع. دائما بمنطق إفريقيا ما خصهاش تبقى فقط واحد الخزان ديال اللاعبين كيساليو كيمشيو، نفس الامر كان يتعلق بالثروات ديال افريقيا وكذا وكذا. الى قدر فوزي القجع الذي اتهم بالكولاسة ان يقود صيحة كروية افريقية، ماشي بالكواليس ولكن بلو سافوار فير اي لو سافوار دير، هادي صعيبة. لا 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 هادي صعيبة، هادي انا تفاجأت في راسي. لا 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 نويطة هادي اليوم. ولكن واحد الحاجة باش نختموا الموضوع، انا ما بغيتش نكتب هذا الموضوع، فايت علينا بزاف. انا ما كتبش في الفيسبوك على فوزي هذا هو لو سافوار فير، واحد التطبات اللي داروا ليه ما خلاونينا ما نطبلوا حنا اللي كيقولوا لنا ديما. لا حيت قبل انا كنكتب دائما على القناة. عندك التجريح، جريح بمعنى لا هو انت شهادتي انت مجروحه مجروحه، هو خلاهم مطبلو تاع يا ودابا زغرت. لا دابا ديك الغرامه دابا. لا شوف انا كنقول الخلاصه، ما يمكنش المغربي ما يفتخرش بواحد السيد سميتو فوزي القجع، وما يمكنش مغربي ما يفتخرش بدوله بمؤسساتها واشخاصها ومالكها اللي قدروا يلتقطوا شخص بحال فوزي القجع. سدينا رفعت الجلسه في هذا الموضوع. كتبنا في العنوان شرك باتاي، وقريت واحد التعليق قال لك على نيفو ما غنتفرش، قالت لك ما شرك باتاي شو على اسلوب سير قهوه وشرب اتاي. هاد شرك باتاي يا سيدي الكريم راه جابت 4 سنين ديال الحبس موزع على جوج ديال الناس. هاد شرك باتاي اللي كتعتبرها يمكن كلام نابي ولا كلام لا يليق بالنخبه اللي كيبانوا في التلفازه وفي الكاميرا، حنا ماشي من ذاك النوع، حنا كنتذكروا على المغرب والمغاربه. هاد شرك باتاي اللي عندك وليدات غادي تلقاهم كيسمعوا ليها وسمعوا ليها وشطحوا عليها، ويمكن حتى المدام ديالك الا كنتي مجوجه تلقاها سمعتها، اما عجبتها وضحكات بها مع صحاباتها، اما ما عجبتهاش وقالت يا ويلي لا توصل لوليداتي. شرك باتاي عنوان جيل كامل اللي فيه اللي عارف طريقه وفي اللي ما عرفش طريقه، وكنظن نقاش عميق ويستحق انه يكون من اولويات النقاش. يعني الميكاف هذه المواضيع هي اللي كتدي بينا الى شرك بشي حاجه اخرى من غير اتاي. يونس كتبت هذه اولى 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 الفجوات اللي كتوقع ما بين الاجيال ديالنا، ولا الفجوات اللي كتوقع في التحولات الديموغرافيه والذهنيه والثقافيه اللي كنعيشوها، وماشي غير وحده ولا جوج، راه عشنا في مرحله كنعيشوها في بعض اللحظات مع
طوطو عشناها مع ديك الدريه ديال الصايا والفريق ديالها. وبالمناسبه راه كانوا حلقات من بعد اخرين ندير هذيك، وكانوا الدراري اللي كيختاروا هذه المره. وكاين فهاد هذا جيري السلهيم وثقافه اليوتيوب، ثقافه التكنولوجيا. واش زوينه واش خايبه في سلم القيم والمؤشرات ديالنا، هذا موضوع اخر، ولكن خصنا نفهموها نسولو اش كيوقع. هو انه في هاد الاكسيدون ما تنحاولوش نشوفوا شنو واقع وناخذوا المشهد كامل، كندوزوا مباشره للاجراءات العقابيه. وكنظن ان في هاد الحاله الاجراء العقابي كان قاسي وغير منصف. انا ما كنلومش القضاء والبوليس، لان المجتمع هو اللي دار التحريض ووصل الملف لعندهم، عندهم كيدير خدمته، ما يمكنش يرجع عليك. كيشوف قواعد القانونيه، كيدير التكييف، ولو أن يكون القانون فضفاض واسع. المهم القانون اللي عطى الله هو هذا، المجتمع هو اللي دفع. وقلت غير منصف لأنه كاين حالات كثيرة ديال الفضاعات التعبيرية في الأغاني، وكاين الأغاني اللي دارت طوب كيسمعوها الناس ويطلعوا في الطونوبيلات والقهوي ويشطحوا عليها في البواط ويديروها في ليزانيفيرسير، وفيها كلام بالمقياس الأخلاقي. هو خديش للأخلاق. تيك توك اليوم مع عمر بالروينة، انستغرام عمر بالروينة، كاين اللي كيطرح سؤال واش دوك الجوج ديال الشباب ضحى بهم المجتمع لانهم ما كينتميوش للفئات القويه والنافذه في المغرب، انهم شباب بساط هما ضحايا ديال قله القرايه، ضحايا ديال الذوق العام اللي منتشر اليوم، ضحايا ديال الاختيارات الموجوده اللي كاينه اليوم، ضحايا ديال السيبه اليوتيوب اللي كاينه اليوم واللي بينات الانسان انه يقدر ينتقل الى المجالات الواسعه للشهره، ينتقل المجالات الواسعه للفن، ينتقل المجالات الواسعه للمال والثراء الفاحش. وخفيق ما كيلقى لا تأطير، لا مركز موسيقي، لا واحد يأطر في الكلمات، لا اللي يقول لي هذه راه فيها مخاطر قانونيه، هذه ما فيهاش. فكتجي اش كنديروا؟ الحل هو شد حكم صفت الحبس. الى درنا القاعده ديال شد صفت حكم صفت الحبس، عامين على اغنيه في تاويلها انها تحريض على كذا وكذا وكذا، ما هكذا سوف نحل هذا المشكل ديال الفجوه اللي قلت كاينه بيننا وبين المجتمع وبين هذه الاجيال الجديده ديالو. الا مشينا في هذا الطريق ديال النيابات العامه الشعبيه، اما راه شي واحد ينوض واحد يدير عليه حمله ويرفع به شكايه باش ما نوتروش المجتمع. وكاين مجتمع كيدير النفاق، مجتمع منافق، تيقدر حاجه يلقى لها مبررات وظروف التخفيف، ونفس الحاجة يلقى لها ظروف تشديد. أنا زعما يؤسفني أن مجتمعنا كان قاسيا على أبنائه. أولا كان قاسي في أنه صيفطهم الحبس، وكان قاسي في أنه ما تسوقش لهم من بعد. سير الله عنك سالينا. غريب. كأنما باقيين صغار في لاج، باقيين شباب. كنصنعوا كنصيفطوهم باش انهم صنعوا جوج العناصر اخرى، كره البلاد وكره المجتمع. تيقول كيفاش انا خرجت غير باش نفوج نغني، نقدر نكون غلطت انا ما عارفش، يصحوا لي يوريوني، يحيدوا لي من يوتيوب، يعطوني انذار، طيحوا لي لاشين. كاين بزاف ديال التدابير الوقائيه والزجريه والتربويه اللي نحلوا بها المشكل. هذا دابا مستقبله كله صيفطيه ليه. عامين ديال الحبس، غتولي عنده وثائق فيها السوابق العدليه، غادي يخرج بواحد الثقافه. مع تبارك الله عندنا حنا في السجون كاين ذاك مولينيكس اللي كيخلط كل شيء مع كل شيء. غادي الدري يدخل بالشهاده في جنوح مفترض، غادي يخرج عنده ديبلوم كبير. نحن قاسونا متى نشاء، وتنديروا فيها ديك الطيبوبه والحنيه متى نشاء. شوف دابا هذا النقاش مهم. دابا الناس اللي تيبدا يقول لك شر الكمبيوتر والمستوى طلع لي، ما كندافعوش على الاغنيه بس اسمح لي، غير ما كندافعوش على الاغنيه. يقدر يكون فيها لا 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 يقدر اللي يشوفها حريه، يقدر كذا، ولكن معالجه المشكل ماشي هي الاغنيه في حد ذاتها تطرح لك مشكل تيمكن لك تعالجه بعدد من الطرق. دابا شنو هي المشكل اللي تطرح لنا هاد شر الكمبيوتر؟ تطرح لنا مشكل ديال بعض الامور اللي كاينه في مواقع التواصل الاجتماعي
تيك توك فيسبوك مع اليوتيوب اللي هي ربما بدات تخلق نوع من الصدمات الاجتماعيه واللي خص التعامل ديالها او اننا نلقاو لها واحد المعالجه دون ان تكون قاسيه. انا متفق بان هذه القضيه ديال القانون كاين، القانون ما غيمكنش يبقى ساكت تجاه الخرق ديالو اذا كان مس او كان فيه تكييف ديال التحريض على 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 ماشي التحريض دابا على القاصرات، وهذا يمكن يكون فيه واحد الحساسيه ديال القانون. ولكن واش اولا غير هذه الاغنيه التي تعكس هذا التحريض على القاصرات؟ التيك توك مليء بالتحريض على القاصرات، وعدد من الامور مليئه بالتحريض على القاصرات، مليئة بالقاصرات كيحرض على راسه. لا، القاصر الذي يحرض على راسه راه هو قاصر، اللي تيستغلوا في هذه العمليه هو اللي خص يكون فيه العقاب. دابا واش يمكن يكون العقاب غير قانوني؟ وحتى الا كان قانوني واش يمكن يكون بقساوه؟ اليوم تنسمعوا عمايل لكل واحد، تنظن بانه انا في اعتقادي يعني غير تخمين بانه غيتم تخفيف في الاستئناف وربما المصادر يعني النقضه. المهم عندنا واحد درجات ديال التقاضي اللي يمكن يراجع فيها القاضي القناعات اذا تبين بان الحكم لا ينسجم مع الفعل، مع قوه الفعل. هذه يمكننا نحسموا هذا المشكل، وربما يكون كاع براءه فيما بعد، وربما يكون بما قضى ونساليو هذا الموضوع. واش تسالى الموضوع؟ ما تسالاش الموضوع. هاي تعاود صياغه. ما تسالاش الموضوع. لذلك خص اولا تكون حلول ما تتمشيش نيشان للردع، وحتى الا مشات للردع تتمشي. دابا انا نقول لك ما الذي كان يمنع ان يتجه الحكم الى العقوبات البديله؟ سلام صحيح ياك صدقنا على القانون ولا الحبس موقف مفيد لا خصوص البديله. انا نجيبو نعلمو تما نعطيه طبيب يمشي ينقي وينظف الطبيب ويشوف الناس ويدير كذا، نعطيه شرحة عموميه نعطيه كذا، لان مثل هاد العقوبات مثل هاد الفعل تيمكن لك تعالجو بنوع من الخدمه العموميه، وهذيك الخدمه العموميه فيها الترابي، فيها الترابي. اذا مزيان نبداو نفكروا بالمنطق ديال الملائم. البديل لانه كما قلتي هان تقبتيه وديتيه ربما يمكن يخرج اكثر لانه انت سمعنا المندوب العام ديال السجون والاكتضاد، وراه هذا الشيء غيمكن يخرج على السيطره، وهذا الشيء لان راه مجتمع سجني تيمكن لك يخرج لك ناس تهذبات الاخلاق ديالو ويمكن لك يزيد. لذلك كان يمكن تفكر في عقوبات بديله، كان يمكن يتفكر في وقف تنفيذ، كان يمكن يتفكر في انه تعطلوا هاد لاشين، كان يمكن يتفكر في غرامه. طبعا حتى القانون عندنا خصنا نفهموا واحد القضيه، القانون اليوم عاجز وامي امام الظواهر اللي تتصارع في مواقع التواصل الاجتماعي. بمعنى هو فاش يبغي يعالج معك هذا الملف هو لا يمكن يعالج بالمنطق ديالو اللي هو تقليدي، غادي نديروا التحريض ونديروا القاصرين. هو ما غيفهمش هذا الراب، وما غيفهمش هذا الغناء، وما غيفهمش هذا مواقع التواصل، وما غيفهمش بانه راه تيمكن يكون المعامله بحال فاش يعني دارت مغربه القضاء الاداري في المغرب وخرجت احكام فيها الحكم بالسجن على المكتب الوطني للسكك الحديد. القانون شوف يونس، القانون اعمى واصم وقائع جديده، كم ما تعرفش دابا فاش تحط له القلب وتتقول له 222 قانون جنائي تيحط لك داك الشيء ويقول لك عمر. ولكن هنا السلطه التقديريه، هنا تكييف ومرونه التكييف، هنا دور المشرع، لانه راه عندنا سلطه خير راه عندنا. واكثر من هذا الشيء هنا المجتمع والخدمه في الاسره والخدمه في المدرسه والجمعيات والاعلام
والخدمة في الجمعية راه هادشي باكيج خذو كامل ولا خليه تفضل. الى تذكرتوا كنا باقيين في الاستوديو الاخر كنا درنا واحد النقاش كبير وساخن وحامل وطيس على طوطو، ماشي غير على طوطو، على طوطو على الظواهر اللي كاينه خصوصا في تيك توك وما جاور. وكنا متفقين على ان الوضع لا يبشر بالخير بدعوى حريه التعبير وكل واحد شغله، ما يمكنش نخليه الحاله ديال الفوضى والتسيب والتفسخ كتسود بديك الطريقه وكترجع هي الصوره اللي عند المغربي على بلاده واللي يمكن عند الناس في الخارج على المغرب. والسوشيال ميديا رجعت من مصادري واركان التربيه ديال النشأ، ما بقاتش غير المدرسه والجامعه والاسره. خلق نماذج السوشيال ميديا كتربي اكثر ما كيربيو الوالدين دابا. وبلا شي حد ما يقول لي لا هضر على راسك، اتحدى شي حد في المغرب او في العالم ما كيأثروش وسائل التواصل الاجتماعي في وليداته. تقول لي كان اختار شي يشوفه نقول لك ما تقدرش، تقول لي كان حبس التليفون نقول لي ما تقدرش، تقول لي كان طفي الواي فاي نقول لي ما تقدرش. يستحيل ان يتربى طفل دابا في المغرب بلا التاثير ديال تيك توك ديال انستغرام ديال فيسبوك ديال اليوتيوب ديال الشر كبئتي وما جاور شر كبئتي. هذا غير باش نعاودوا نبينوا الحساسيه ديال الموضوع اللي ما كنناقشوش دابا. التناقض اللي كيطيحوا فيه المغاربه كيقول لك ناقشوا القضايا الحقيقيه، القضايا النشء هي احق الحق القضايا في البلاد والحريه. دابا كيبقى النقاش دائما كنا كنقولوها، واش الحل ديما بالحبس؟ انا كنقول لا. في الحاله ديال هادو كنقول لا. القانون اخطا، ما نقولش القانون اخطا، القانون عنده وريقات، قانون قاصر وصلت لك القانون عمى حتى هو قاصر بحال الحب. القانون عمى حتى هو قاصر، القانون عنده وريقات، عنده. ولكن سؤال، ماذا استفاد المغرب والمجتمع المغربي والنشأ المغربي والطفل المغربي والفن المغربي والقانون المغربي والسجل المغربي من عامين لكل واحد من دوك الدراري؟ ما كنظنش. إذا ما كانش خاسر راه ما ربح والو. واش بهذه الحالة قضينا على الامور الاخرى؟ انا شفت شي حوايج في تيك توك وفي انستغرام اسوأ بكثير من شر كبئتي. انا كمغربي ما شوكاتنيش شر كبئتي، انا ما تشوكيتش، ماشي لانني ما عنديش الاخلاق ما مربيش ولا كان يعجبني الكلام البذيء. كاين اغنيه اللي صفق لها الجميع ودار ستوندونس في هذا الصيف، السيونيز وديالي كبر من ديالك، ضحكوا عليها في البرلمان ومازال كتعطى نموذج ديال الخطاب السياسي في المغرب. اشنو الفرق بين ديالي كبر من ديالك وبين ما قيل في شر كبئتي؟ اسمح لي، ولا حيت هذيك قالها شيخ وهذه قالوها دراري نعطيو بهم العبره؟ يا ريت نعطيو العبره الا كان المقصود هو العبره. العبره هو اللي قال عمر، تكون العداله في العقوبات البديله، هو ان نربيه هو ان ننبهه او لا ندير سواسي ندخل كلشي للحبس. ويستحيل اننا ندخلوا كلشي للحبس. وفين كاين تناقضات كذلك اللي مستفزه الجمهور الذي صفق او اودى دوك الناس للحبس هو نفسه اللي ما عندوش اشكال انه كتوقع قضايا اكثر مع ترعبا من هادشي. هادي كيفكرني بحال زعزعات عقيده مسلم، ما يمكنش بهذه المنطقه. اش زعزع فيك هذا السيد؟ كتب اجي يقول هذا الشيء لا يليق بنا احنا كمغاربه. ولكن اللي كيدير واحد التطبيق مولاه كيقول لك اللي عنده اخته وبنته باغي يجوجهم يجيبهم لهنا ويدخل ويتابونا، هذيك ما حركات فيك حتى حاجه المغربي. لا حيت هذيك الحلال النخاسه النخاسه هذه هي النخاسه النخاسه عدوانا على الدين. لا ما يمكنش. شنو المرعب اكثر، جوج دراري ضاحكين صوروا داك الشيء في يوتيوب اولا واحد كيدخلوا مئات الالاف د الناس عنده وكيقول لهم بهاد اللهجه الوقحه اللي عنده اختو وبنته باغي يجوجهم ويلاقيهم كذا النظره الشرعيه من النظره الشرعيه؟ كتبيع الحوال انت، كتبيع البهايم، كتبيع الرنب.
كتبيع الدجاج الرومي حتى البلدي ما يتشدش ليك. وكاين الحوالة. لا باش شوف فين وصلنا. جوج وقائع مخالفه للقانون. دابا المشكله خليك من ولكن شكون الاكثر خليك دابا من وقائع مخالفه للقانون. مخالفه للقانون. وملي كنا كنهضروا في مدونه الاسره وكيخرجوا الناس كيحرضوا هذوك ماشي خطر على المغرب وعلى النشئ المغربي. ملي كتقول له اللي ما عجبوش المغرب يخرج من المغرب هذاك ماشي مجتمع مغربي. هذه البلاد ديال من هذه. هاد التناقضات والجمهور اللي كيصفق لي الصفحات اللي كتتهم فلان بالشفرة وكتتهم فلان بكذا هو نفس المجتمع الذي يدعي ان اغنية شرك بئتي اثرت على الحياء العام. هنا فين كاين الاشكال. هنا فين كتبان الاهمية والحساسية ديال الموضوع. انه المجتمع ان القضاء ما بقاش كيدير القضاء بوحده. ولات محكمة المجتمع ومحكمة النيابات الشعبية ميديا وكتكون ما عندها لا قانون عندها النفسية ديال هذاك النهار ما عندها الضوابط ديال هذاك النهار وهنا كاينه خطورة. اما شي ديال وكتولي الخطورة ملي كيقدر يجي شي حد يحركها من الخلف. طبعا انا كنشوفها صاحبي اصحابي والمغاربة كاملين اللي كيسمعوا عباد الله فنان ومراته كيحتفلوا بعيد ميلاد زواجهم كينشروا تصاورهم في السوشيال ميديا بحال ناس محترمين كيبغيو بعضياتهم كتمشي تلقى العفن في التعليقات. الرغبة في التدمير هي الخطورة ماشي شرك بيئتي. الرغبة في التدمير كيبغي يشوف الآخر منحوس. هذه نفسية وذهنية عامة صنعوها قادة الشعبوية والعدمية في اليوتيوب. والذي تأثر بشرك بيئتي باش نختم هو الذي رأى في مشروع حزبي سياسي ولا ثقافي ولا ما عرف شنو هو ديال ميسى سلامة الناجي واحد الصورة معينة من الخلفية. عيب. هذا هو المشكل. زعما الحياء العام في كاين القتل. لا القتل الرمزي بعض الأحيان ما بقاش رمزي هذا. ايوا دابا المهم ما حدو ماشي مادي راه رمزي. القتل الرمزي تيكون الهدف ديالو هو هذا هو أنني نحاول انني نعجب بيك ونصلبك قدام المجتمع ونختار الزوايا اللي غادي نجعلك طريح الارض في هذيك العمليه. دابا سلامه تيمكن ناجي تيمكن لك تختلف معها في العقل يمكن لك تختلف معها في الموقف ماشي في الجسد. لا 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 شي يعني ما تنفهمش انا. وثانيا تتلقى ناس اللي تيعطيوك الدروس في الدين هو اللي تيطيح به هذا المستوى ديال انه اولا يبدا يشوف الخلقة ديال الله ويبدا يقلب فيها يبدا يشوف مسائل اخلاقيه ما خصكش تقولها تيقولها. راه هذا هو مشكلتنا حنا. راه يونس قال واحد الكلمه زوينه. راه حنا جزء كبير من المجتمع ديالنا منافق. راه منافق. هادشي اللي عطى الله. وهذاك دابا اللي تيهضر على واحد السيده واش ما عندوش اختو ما عندوش امو ما عندوش بنته ما عندوش كذا. واش هاد العقليه ديال نتعامل مع الاخر بدون قواعد ونطلب من الناس ولا مع المحيط ديالي نتعامل بالقواعد راه ما يمكنش. كاين مشكل كاين خلل. هادشي علاش غرفه الفار هنا ولنا من الجرأة ما يكفي أن تم مجتمعنا ونحن جزء منه. راه ملي كنقولوا هذا الشيء ما كندعيوش أننا احنا في واحد الجانب ديال الكمال والصواب. أخطأنا احنا مغاربة عرقنا مغربي دمنا مغربي يلوثنا ما يلوث المجتمع المغربي قاطبة من سلوكات كنحاولوا أولا نعترفوا بها نقولوا ودي راه فينا شوية من الخلل ماشي دائما الدولة اللي مخطئة في حقنا. راه حنا مسؤولين عن البناء والبناء المجتمعي والثقافي ماشي الدولة غادي تشحننا ودير لنا الشريحة مع الفاكسان باش نوليو متحضرين كلنا وكنأمنوا بالاختلاف وكنبدلوا وجهات النظر وزوايا النظر إلى الأشياء. ولكن للأسف كاين السوشيال ميديا حاضنة بزاف ديال السلوكات. دابا غير هو رضوان راه ختم معنا سي عمر. دابا هذا النقاش في العالم صحيح حول القيم وحول هذا التطور
اللي كاين دابا في مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، هذا راه نقاش يمكن من اهم النقاشات دابا اللي كاينه في العالم، واللي تيبان له هذا نقاش تافيه راه مخسر له الميزان، راه ما عندوش شي حاجه ديال العبر تافيه. راه العالم كله دابا تيطرح منظومه القيم ديالو مع التطور ديال الذكاء الاصطناعي ومع التطور ديال مواقع التواصل الاجتماعي، وتيبدا يشوفها واش حنايا واجدين في القانون، واش حنا واجدين في الحريات، واش حنا واجدين في التكنولوجيا، واش صحيح. لذلك راه شكرا السي عمر، شكرا شكرا جزيلا، تبارك الله عليكم. نقول الاسبوع المقبل شكرا يونس دافقير الحكم. كنظن البطاقات الحمراء وداك الشيء راه موزعين مع بعضياتهم، نقدروا نديروا شنو كنا كنقولوا على فوزي الخجاع؟ سير سير غير سير سير، ماشي اللاعب النظيف الرقيقي زعما دار اللعب ديال الرقيق يرحل النار يرحل جات الخروريه ما فهمتي يرحل. شكرا يونس، شكرا عمر، شكرا سامي عريب، شكرا كريم نيتسي، اسماعيل روحي عبد الرحيم سابقي، مشاهدينا مشاهداتنا متابعينا ومستمعينا مستمعاتنا، كنتوا معنا في غرفه الفار مباشره على من راديو. نتلاقاو الاسبوع المقبل، بقوا عاقلين انه لا فرار من غرفتي الفار. تصبحوا على خير، السلام عليكم. غرفة الفار موعد أسبوعي جديد على ميد راديو، رفقة الثلاثي رضوان رمداني ويونس دفقير وعمر الشرقاوي.